اهلا بيكم مشاهدينا الكرام، حلقه جديده من المجله السياحيه بنتعرف فيها على اخر واهم اخبار السياحه في مصر والعالم من خلال جوله اخبارنا او نشرتنا السياحيه. ايضا بنتكلم عن احد اهم الموضوعات المتعلقه بصناعه السياحه وخاصه في مصر، وده بيكون من خلال وقفتنا الحواريه. هي هتكون مختلفه شويه عن حلقاتنا قبل كده، وهنتكلم فيها عن موضوعات كتير، يمكن طبعا ابرزها الملفات المطروحه امام وزاره السياحه في الفتره القادمه، وكمان هنتكلم عن التسويق السياحي ازاي نقدر نستغل احداث هامه في مجال السياحة والأثار وده للتسويق السياحي المصري بشكل عام في الفترة القادمة، مبادرات أيضا لتشجيع السياحة وتقديم مصر بشكل مختلف كوجهة بتليق طبعا باسم وحضارة وتاريخ بلادنا العظيم زي ما احنا عارفين. ده هيكون من خلال وقفتنا الحوارية موضوعات مختلفة هنحاول نتوقف عند كل منها سريعا، لكن في البداية اسمحوا لنا نستعرض معاكم مجموعة من الأخبار وبنبتديها بالعناوين. لتذليل العقبات أمام القطاع السياحي الخاص، مجلس الوزراء يؤكد على الوزارات والهيئات والجهات المعنية بعدم التعامل مع المنشآت الفندقية والسياحية إلا من خلال وزارة السياحة. استعداداً لبدء رحلات العمرة في أكتوبر المقبل، السماح للشركات السياحية بتوثيق عقود وكالة العمرة اعتباراً من الغد الأحد ولمدة شهر. تواصل فعاليات مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء حتى نهاية الشهر الحالي تنشيطاً للسياحة. العناوين إلى تفاصيل والمزيد من الأخبار، وبنتكلم عن الاستثمار في القطاع السياحي في إطار تذليل العقبات أمام المستثمرين في القطاع السياحي وبما يعزز قدرة مصر التنافسية على جذب الاستثمارات السياحية. تلقت وزارة السياحة والأثار صورة من خطاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء الذي تم توجيهه لكافة الوزارات المعنية ذات الارتباط المشترك بالقطاع السياحي، وتضمن التأكيد عدم قيام أي جهة بالتعامل مع المنشآت الفندقية والسياحية إلا من خلال وزارة السياحة والأثار واختار الوزارة بأي تجاوزات أو تدخلات من قبل هذه الجهات لعدم التزامها بما جاء بقانون المنشآت الفندقية والسياحية، وكذلك عدم الالتزام بقرارات رئيس مجلس الوزراء. عقد وزير السياحة والأثار أحمد عيسى اجتماعا موسعا مع عدد من المستثمرين السياحيين لمناقشة الاستعدادات الخاصة بالموسم السياحي الشتوي سعيا لتعزيز تدفق الحركة السياحية الوافدة إلى مصر. وخلال الاجتماع أكد الوزير أنه سيتم دراسة المقترحات والمشاكل التي طرحها المستثمرون لإيجاد الحلول المناسبة ووضع خطوات التنفيذ اللازمة مع الاتحاد المصري للغرف السياحية والعمل على رفع كفاءة البنية التحتية في المحافظات السياحية وإتاحة تجارب سياحية مختلفة لإثراء تجربة السائحين خلال زيارتهم المقصد السياحي المصري. طبعا مقترحات بالتفصيل ده هنتكلم عنه في وقفتنا الحواريه في حلقه النهارده، لكن بنستكمل الاخبار سريعا. اعتمد احمد عيسى وزير السياحه والاثار الضوابط والقواعد المنظمه لتنفيذ رحلات العمره لموسم 1444 هجريه، وذلك عقب قيام اللجنه العليا للعمره والحج بالانتهاء منها، حيث انه من المقرر ان تبدا رحلات العمره لهذا الموسم في اكتوبر المقبل. وتنص ضوابط تنفيذ رحلات العمره على انه سيتم السماح للشركات السياحيه بتوثيق عقود وكالة العمرة اعتبارا من الغد الأحد ولمدة شهر شريطة عدم وجود أي مواقف قانونية خاصة بالشركة. أخيرا مهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته 30 طبعا يعني إحدى السبل والطرق للتنشيط السياحي وبيحظى بإقبال وجماهيرية كبيرة جدا في أشهر الصيف كل عام. بتتواصل فعاليات دورة 30 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء حتى نهاية الشهر الحالي. بيشمل برنامج المهرجان الممتد لأسبوعين 36 حفل موسيقي وغنائي لأشكال واتجاهات فنية مختلفة من داخل وخارج مصر بمشاركة فنانين من لبنان
لبنان وسوريا والهند ومصر والأردن. ومن بين هؤلاء الفنانين اللبنانية نوال الزغبي بجانب النجوم الدائمين للمهرجان هاني شاكر وعلي الحجار ومدحت صالح والمنشد ياسين التهامي، فيما بيختتم المهرجان كالمعتاد الموسيقار عمر خيرت خلال يوم 31 أغسطس، وده هيكون يوم ختام مهرجان القلعة في دورته 30. حضراتكم مرة تانية مشاهدينا، في ظل طبعا التعديل الوزاري الأخير كانت وزارة السياحة على رأس التغييرات في هذا التعديل الوزاري، وهي من الملفات الهامة جدا بالطبع لما لها من أهمية كبرى في الدخل القومي لمصر، ولبحث سبل الاستفادة من هذا القطاع وتعظيم الفائدة من قطاع السياحة. من هنا الحقيقة الوزير أحمد عيسى وزير السياحة والآثار بيتكلم في البداية بالطبع عن اهتمام كبير بهذا القطاع وبحث أمور متعددة في السنوات الأخيرة، منها ربما تغيير قوانين، تسويق لأحداث سياحية هامة في الفترة الأخيرة وفي الفترة القادمة أيضا. الباب مفتوح أمام المقترحات المختلفة للمستثمرين السياحيين الخبراء العاملين في قطاع السياحة لتقديم مختلف الآراء والمقترحات للنهوض بقطاع السياحة في الفترة القادمة. ده اللي هنحاول نركز عليه في حوارنا النهاردة في المجلة السياحية، موضوعات متعددة هنحاول نلقي الضوء عليها. خلينا نرحب بضيوفنا في الاستوديو، دكتور علاء خليفة خبير التسويق السياحي دولي. دكتور علاء صباح الخير، أهلا بحضرتك معانا. معانا كمان أستاذة إيمان عبد العظيم عضوة اتحاد المستثمرات العرب. أستاذة إيمان أهلا بحضرتك معانا في المجلة السياحية. اسمح لنا نبتدي مع دكتور علاء وأهم الملفات المطروحة أمام الوزير في الفترة القادمة للنهوض بقطاع السياحة بشكل واضح في الفترة القادمة. يعني احنا نتمنى الوزير السياحة الجديد أولا توفيق في مهمته الصعبة الفترة القادمة، لأن السياحة تعتبر سند كبير جدا للاقتصاد القومي، لازم نعظم الإيرادات من هذه الصناعة، في نفس الوقت لازم نحسن من التجربة السياحية ونحسن من كمان وجود المنشآت وجودتها وجودة الخدمة المقدمة إليها، وكمان لازم يبقى في عملية تنظيمية أكبر من كده. هو بيلاقي تحديات كبيرة في ظل حرب دائرة طبعا ما بين روسيا وأوكرانيا وتدخل بلاد العالم، ظل أزمة طاقة كبيرة، في ظل انخفاضات مجموعة اقتصاديات معينة في العالم، أغلب الدول تتجه دلوقتي أنها تشجع مواطنيها على قضاء السياحة داخليا. فخارجين من أزمة بقالنا سنتين في أزمة كوفيد 19، يعني تحديات كبرى. كل دوت احنا محتاجين الدخل السياحي، محتاجين نعوض عدد السياح الروس اللي انقطع عننا، محتاجين امور كثيره. فالراجل قدامه تحديات كثيره، محتاجين ان احنا نظبط الخدمه المقدمه داخليا، محتاجين ان احنا نمنع تداخل الوزارات في الشان السياحي وهكذا. فهو قدامه ملفات كثيره، قدامه برضو ملف التسويق المستهدف، المقاصد المستهدفه، الدول المصدرة للسياحة نستهدف مين، الموضوع برضو ليه اعتبارات جيوسياسية. فمحتاجين يعني هو ربنا يعينه الفترة الجاية دي، هو محتاج فترة قبل ما ياخد أي قرار إن هو يدرس الملفات جيدا عشان يطلع بالقرارات الصحيحة، سواء على ناحية التسويقية أو على ناحية تنموية السياحة الموجودة دلوقتي أو الوضع الحالي. طيب دكتور علاء خلينا نتكلم عن أحداث احنا بننتظرها في الفترة القادمة إن شاء الله. أكيد منتظرين افتتاح المتحف المصري الكبير، أكيد منتظرين طبعا قمة المناخ في نوفمبر القادم، وأنها ممكن تكون فرصة كبيرة للتسويق السياحي لمصر في الفترة القادمة. إزاي كمان نحسن استغلال هذه الأحداث لمزيد من الازدهار والانتعاش لقطاع السياحة؟ أي مؤتمر سياحي دولي طبعا بيلقي بالضوء خلال وكالات الأنباء العالمية على المؤتمر وأجندته واشتراك الدول فيه وأهدافه وهكذا. احنا بنمر بفترة صعبة جدا من خلال التغيرات المناخية عنيفة بتحصل الكرة الأرضية. باستضافة مصر لمؤتمر كوب 27 في الفترة دي فترة حرجة جدا، لازم بعض الدول تتخذ قرارات سريعة
وقرارات حاسمة للحد من الانبعاثات الكربونية اللي بتأثر في تغيير المناخ بشكل عنيف. النهاردة في بعض المدن الصحراوية فيها أمطار، وبعض المدن اللي كان فيها أمطار كتيرة وفيها ثلج فيها حالات جفاف شديدة جدا، وبالذات في أوروبا في الوقت الحالي. إذا نحن أمام أزمة عالمية هيلقي بالضوء والاهتمام على التوصيات التي سيخرج بها المؤتمر COP27. المؤتمر ينعقد في مدينة مصرية، مدينة شرم الشيخ. المدينة تستعد بقى لها فترة شهور عديدة. محافظ شرم الشيخ، محافظ جنوب سيناء، يبذل مجهود جبار للاستعداد بالمدينة، رفع القيمة الاستيعابية للمدينة، رفع معدلات الانترنت أو سرعة الانترنت داخل المدينة، البنية التحتية بشكل عام. كل هذا يؤدي إلى إخراج ممتاز للمؤتمر إن شاء الله، ولكن هيوجه البوصلة حوالينا. الناس هتبص لنا، هنحتاجين إن احنا نستغل هذا الوضع في خلال الشهرين القادمين إن احنا نعمل مجموعة من الفعاليات، سواء هذه الفعاليات في شرم الشيخ أو خارج شرم الشيخ، بحيث إن احنا نلفت النظر دائما إلى هذه المدينة. محتاجين إن احنا كمان نتواصل بشكل أو بآخر مع الستيك هولدرز أو الشركاء الصناعة، بحيث إن هم يكونوا مشتركين معنا في هذه. هنرجع تاني نتكلم مع دكتور علاء عن شكل التسويق السياحي كمان ازاي ممكن يتطور في الفترة القادمة، لكن بالحديث عن شرم الشيخ واستضافتها لقمة المناخ، واكيد بتتغير بشكل كمان في اضافة كبيرة ليها، بتتحول لمدينة خضراء. يمكن ده بياخدنا لمبادرة حضرتك استاذة ايمان وزراعة الاشجار والاستفادة من عناصر البيئة والطبيعة. ازاي ده حضرتك شايفاه ممكن مش بس شرم الشيخ، ممكن يكون في مختلف المحافظات؟ دي حقيقه. والله انا يعني انا بناشد من هنا، بناشد محافظ شرم الشيخ ان في اشجار قليله طول السنه هي مزهره وما بتاخدش خدمات كتيره قوي، وبتعمل مظله للجو الحر اللي احنا فيه ده. هو طبعا عامل شغل ما شاء الله عليه، عامل شغل كبير جدا. هي اتغيرت، انا في شرم الشيخ من 96، فشايفه كل التطورات اللي حصلت والدروب اللي حصل والوقفه تاني، الارتجاع تاني لقوه شرم الشيخ القديم. انا بقول ليه ما نزرعش شجر مثمر، مش بس في شرم الشيخ، في كل مكان. لا هيبوظ، ما هي نفس الخدمات اللي احنا بنديها الاشجار الزينه، هي نفس الاشجار، هي نفس الخدمات اللي بنديها للاشجار المثمره. ده دي نقطه. والنقطه الثانيه، في اشجار مظله، فليه في جونا الحر وان الاماكن كلها حر تبقى فيها مثمره فيها لون ومظله وفي نفس الوقت مش محتاجه خدمات كتيره؟ انا من مكاني ده بقول لك، انا يعني انا اوريدي ابتديت في اماكن صغيره غير معلومه، لكن انا ممكن ابدر بألف شجره. انت عندك نوعين من الاشجار موجوده في بلدك مش محتاجه خدمات كتير، زي البرتقال، الموالح، والمانجا، واحنا طبعا مشهورين بالمانجا والموالح كمان. كل الحاجات دي ما بتاخدش وقت، يعني شغل كتير جدا وما بتاخدش صرف كتير، وليها طابع حلو. انت كبلد جميله خيره، يعني شكلها حلو. في التانية، الشجره التانيه اللي هي عامله زي الامبريلا، بتدي لون طول السنه، خضره طول السنه، ما بتاخدش خدمات كتير. فانا بتكلم على ان ده يكون دي بدايه، نوايا صغيره لبداية جديدة جدا وحياة جديدة ل 2030 ان شاء الله. صحيح، اكيد كمان بتضيف شكل حضاري اكيد يليق باسم مصر لما كمان ينتشر في كل المحافظات. بنرجع مرة تانية لحضرتك دكتور علاء وآليات التسويق. يعني دايما بتكون في حملات تسويق سياحي، حملات ترويج سياحي من وقت للتاني، سواء هيئة التنشيط السياحي او وزارة السياحة والآثار، لكن الحقيقة كل فترة بنحاول ان احنا نطور هذه الحملات عشان تصل لفئات اكتر ويكون ليها مردود اكبر. شايف حضرتك شكل التسويق السياحي ازاي ممكن يختلف ويضيف اكتر في الفترة القادمة؟ اولا شكل التسويق السياحي بشكل عالمي اختلف بشكل جذري في ظل احداث كثيرة، ازمة 2008، ازمة بعض الحروب اللي في هذه الفترة، ثم أزمة الطيارة اللي حصلت عندنا، ثم أزمة COVID-19. كل الحاجات دي خلت التسويق السياحي يختلف بشكل جذري، أصبح يعتمد على المحتوى الذي يقدمه طرف ثالث. فما فيش هيئات سياحية النهاردة بتعمل تسويق سياحي مباشر لنفسها،
اغلبهم بيعمل حملات مشتركه مع طرف ثالث هو اللي بيعمل تسويق بالنيابه عنه، ومش لازم الطرف ده يكون بيسوق بشكل مباشر، ولكن ممكن بشكل غير مباشر، بشكل دعم، بشكل دعم حملات تسويقيه مشتركه، بشكل كلها بتتعرض لمجموعه من الكي بي ايز او المحددات اللي بتقول لنا اذا كان هذه الحمله تسير في الاتجاه الصحيح ولا لا. احنا عندنا مشكله ان عندنا السوق الروسي كان بيدينا 3.5 مليون سائح، فلازم نستعيد عن السوري، عمرنا ما هنوقفه، عمرنا ما هن يعني مهما كان من اتجاهنا لأسواق اخرى عمرنا ما هنعوض هذا الرقم. زائد ان الانماط السياحيه الموجوده في مصر بتنقسم الى انماط سنويه وانماط رئيسيه. النمط الرئيسي هي السياحه الثقافيه، وبعدين عندنا السياحه الشاطئيه. فاحنا عندنا مجموعه من الجنسيات تحب السياحه الشاطئيه، ولا يمكن استعاضه بجنسيات اخرى تحب السياحه الثقافيه، لان الكباسيتي مختلفه ما بين الاثنين. احنا عندنا كباسيتي يعني بتتكلمي في ما بين 6-7 آلاف غرفه موجودين في المدن الساحليه، لمقارنه بحوالي 30 ألف غرفه موجودين بالسياحه الثقافيه وسياحه المراكب العامه وهكذا. اللي انا عايز اقوله ان خطه التسويق اللي هو الاستراتيجي اللي احنا بنعملها لتسويق مقصد السياحه المصري لازم تختلف حسب المتغيرات الجيوسياسيه اللي موجوده بالعالم. الموضوع بيخضع الى عده عوامل. لازم يبقى في طيران، هذا الطيران يربط ما بين المقاصد السياحيه المستهدفه. مش لازم نسوق العالم. انا طبعا في خطه تسويق حاليا هم شغالين بيها، وتكلفتها 30 مليون دولار في السنه على مدار 3 سنوات، فهنتكلم في حوالي 90 مليون دولار سنويا. ولكن محددات خطه التسويق ديت محدش لغايه دلوقتي قال هي ايه، يعني الاهداف الرئيسيه منها مش بس نمو الاسواق. الترويج السياحي في الفتره الاخيره تم الاعلان عنها الحقيقه، وبتسند لبيت خبره كمان اعتقد ايطالي، يعني زي ما احنا بنتكلم بيت الخبره الايطالي ده حط حاجه مختلفه. بصي يعني مختلف للتسويق. بصي بيت الخبره الايطالي هو حط الاستراتيجيه العامه. الاستراتيجيه العامه هي المحددات والاهداف اللي انت بتمشي عليها، اللي هي الميشن والفيجن. ولكن في شركه اخرى وهو تحالف، اعتقد انه قالوا ان هو تحالف انجليزي، هو اللي هينفذ خطه التسويق. مهما كانت خطه التسويق طبعا هو امر حميد ان احنا نبتدي نعمل حاجه، ان احنا نبتدي نسوق، ده شيء جميل، وان احنا نبتدي نصرف تاني مره اخرى على التسويق. ولكن الفكره الاساسيه اللي انا بقول عليها ان التسويق بشكل عام، التسويق السياحي او تسويق المقاصد السياحيه الدوليه بشكل عام، اختلف بشكل جذري الفتره الماضيه في اخر 5-6 سنين. فعلشان كده احنا لازم اختلاف المحددات واختلاف الاهداف لازم تختلف معانا، ولازم نكون فلكسبل شويه، ولازم لما نحب نجيب اسواق جديده لازم الاول نشوف الوصول الى هذه الاسواق هل هو سهل منها ولا لا. هنرجع يعني نسال حضرتك دكتور علاء عن الاسواق الجديده اللي احنا محتاجين نتجه لها بقوه، بس نرجع تاني للاستاذه ايمان. حضرتك عندك مبادرات او افكار للترويج السياحي ايضا بشكل يمكن ليه علاقه بالبيئه والطبيعه اكتر؟ ده حقيقه انا كلمت اكتر من حد له يد او كلمه في الموضوع ده، ان احنا نجمع كل الصناع اليدويين اللي اوريدي ابتدت شبه تختفي تنقرض ما تبقاش موجوده، يعني زي السجاد، زي الحفر على المعادن، زي الالوان، في حاجات كتيره جدا ابتدت تبقى مش موجوده اساسا. فكلمت انا في الاتحاد على اساس نبقى يعني نكون ناس بنساعد الناس دي عشان تطلع تاني. اتحاد المستثمرات. الاتحاد المستثمرات تطلع تاني للنور وتبقى ليها قوه. واحنا عندنا شباب ما شاء الله، يعني العدد كبير جدا ممكن يخش في الكلام ده ويبقى يد عامله. نبتدي يعني ناخد الناس دي تتعلم الصناعات دي وتبتدي يبقى ليها قوة تاني وليها مجال وليها مكان. وممكن نعمل بالسياحة ان يبقى في مزارات يشوفوا، يعني الساحل جاي يبقى من ضمن البرنامج بتاعه ان الناس دي يشوفوها ويشوفوا يعني يتفرجوا عليها ازاي. الولاد الصغيرين يتعلموا ازاي يدخلوا الصناعات دي تاني بشكل قوي.
لانها كان شبه خلاص بتنتهي. ايه الاماكن معينه مثلا اللي حضرتك بتقترح ان احنا نركز فيها على الحرف التراثيه؟ احنا عندنا مثلا في محافظات مصر المختلفه تقريبا كل محافظه فيها مميزه بحرفه تراثيه معينه، مميزه بصناعه يدويه معينه، وبتعبر عن المكان كمان اللي بتخرج منه. عندنا في واحد سيوه الحقيقه مثلا يعني حرف يدويه وشكل معين تراثي بيعبر عن المكان وشكل رائع جدا الحقيقه، وغيرها من الاماكن. المنبر بتاعك ده يعني بتمنى ان الناس تحسن القديم، مش تهدم القديم وتجيب حاجه جديده. انا يعني ده يعني انا كنت اتمنى اقولها لاي حد، خلينا الحاجه بتاعتنا القديمه دي ليها شكل وليها طابع وطعم، والناس بتجيلها وترجع ليها تاني عشان تشوفها زي ما هي كده، بس بجمال بقى، بنظافه. يعني انت عندك قرين تونس في الفيوم، في الفيوم طبعا، عندك في سمعت الخزف والمشغولات، عندك اخميم فيها النسيج الحرير والقماش الطبيعيه عن نول، عندك في الخان الشغل على المعادن. يعني انا بفكر يعني اعمل مدرسه وفيها اللي هم ما معهمش شهادات، يعني مثلا زي دهشور فيها لسه الدنيا عندهم بكر فوق ما تتخيل. توصي حضرتك ان هم يتعلموا الحرف دي على اصولها وتبقى هي دي التخصص بتاعهم. دي حقيقه. يعني التخصص بتاعهم احنا ندعمها. احنا ك ك ك مش حكومه ولا رئاسه ولا كذا، احنا كسيدات اعمال زي رجال اعمال بيدعموا الناس دي ويقويهم ويرجعوا الحرف، نجيب الناس اللي هي بيسموها اسطوات الحرفه يعني نرجعها تاني. انا يعني في الاتحاد دكتور هدى ما شاء الله عليها عامله شغل قوي جدا في الحته دي، عامله يعني الجمعيات الاهليه القرى اللي ملهاش كذا زي دهشور عامله فيها شغل عالي جدا، عامله في تاخد المنتجات بتاعتهم وفيها تسويق. انا بتكلم على ان ليه ما نرجعش الشغل اليدوي اللي احنا مشهور بيه تاني. صحيح. طيب استغل يعني وجود حضرتك معانا دكتور علاء ونتكلم عن التسويق لهذا النوع من التراث الحقيقه اللي ليه اكيد عشاقه حول العالم. اولا تنميه هذا النوع من الصناعات او التراث او التجربه ده بتصب في مجمل التجربه السياحيه للسائح داخل مصر او السائح المحلي كمان، مش السائح الاجنبي بس، السائح المحلي، الحفاظ على الصناعات والحفاظ على الصناعات التقليديه، هذه الصناعات البسيطه التي تنم عن التراث الشعبي، ده شيء مهم جدا للحفاظ على الصناعه ككل يعني، او الحفاظ على التجربه السياحيه. السياحه ما هي الا تجربه، اذا احببتها كررتها، اذا كرهتها لم تكررها مره اخرى. اللي بس عايز اقوله ان وزاره السياحه والاثار بذلت مجهود رهيب الفتره الماضيه في اخر 6-7 سنوات ان هي وجهت مجموعه من المشاريع التي تمول من جهات اخرى مثلا اليو اس ايد اللي هي المعونه الامريكيه، عملت مشروعين ثلاثه في هذا الاطار ان هي تنميه الصناعات التراثيه في مناطق كثيره في داخل القاهره القديمه. في مشروع حاليا شغال وهو تنميه منطقه باب العزب ومنطقه باب الوزير ومنطقه وكاله الجداوي اللي موجوده في اسنا، ومعاها بعض يعني جزء من المشروع برضو تنميه منطقه مدينه هابو. فالمشاريع دي جزء كبير جدا او جزء كبير من البادجت بتاعتها بيركز على تنميه الصناعات التراثيه وتنميه الحرف اليدويه وتنميه هذه الصناعات حتى لا تندثر، وتهيئة المناطق، هذه المناطق اللي بنتكلم عليها باب العزب وباب الوزير، إلى أنها تكون مناطق سياحية جاذبة للسياحة الدولية. وحاليا هم شغالين في المشروع ده، وأعتقد أن هم في ستيج 1 ولسه في ستيج 2 و 3، ودي بيقوم بها المعونة الأمريكية. طب ده يكون موجود بس في الاماكن اللي بتشتهر بيها الحرف والصناعات اليدويه، ولا ممكن كمان ان احنا نستغل المقاصد السياحيه المختلفه في مصر، شرم الشيخ، الغردقه، الاقصر واسوان، وان احنا ننقل كمان الحرف والصناعات دي يكون ليها معارض هناك في الاماكن السياحيه؟ لازم الاول احنا لو عندنا حرف وصناعات يدويه او تراثيه لازم تكون نابعه من البيئه نفسها، لان ده جزء بينقسم، يعني ده جزء اساسي من السستينبل توريزم. السستينبل توريزم اصله ايه؟ ان احنا او السياحه المستدامه هي ايه؟ هي ان احنا بنحاول ان احنا نشرك المجتمع المحلي في صناعات السياحه، بحيث ان احنا نستغل هذا المجتمع المحلي ان هو تو بي انجيجد، ان هو يبقى يلاقي فرص عمل، وفي نفس الوقت ان احنا نركز على التراث
او الصناعات التراثيه التي ينتجها هذا المجتمع، بحيث ان هو تبقى مكتمله. يعني طول ما في سياحه، طول ما في برودكتس او خدمات تقدم، سواء خدمات خدميه او تراثيه او صناعيه بشكل بسيط. من هنا طلع كونسبت اللي هي السستينبل توريزم، السياحه اللي هي مستمره او مستدامه بشكل كبير. فدي هنعملها في المناطق اللي بيبقى فيها مثلا بدو في جنوب سيناء، المناطق في الغردقه مثلا، في بعض الصناعات برضو التي تعتمد على هذا الامر، والاقصر واسوان طبعا عندنا يعني الناس هناك، صناعه التماثيل هناك وصناعه الاحجار، وبرضو عندنا في منطقه النوبه عندنا صناعات كثيره تراثيه. فاحنا لو اهتمينا بهذه الصناعات، ولكن هي بخير حاليا، انا بقول لك هي بخير. اللي مش بخير الحاجات اللي موجوده بالقاهره اللي هي بدات تندثر، اللي هي الشوارع زي شارع المعز مثلا، كان في بعض صناعات فيها تراثيه ابتدت تندثر. ليه؟ لان ما فيش فيها تدريب وما فيش فيها اجيال متعاقبه بيتم التعليم توريث الصناعه. عشان كده جه مشروع اليو اس ايد، ان هو ابتدى يحط فلوس وابتدى يجمع الناس دي تاني. ويدرب في اهتمام كبير كمان بالصناعات والحرف اليدويه والتراثيه من القياده السياسيه، وبقت تخصص ليها معارض الحقيقه في اماكن مختلفه، معرض تراثنا، معرض ديارنا، وحتى هذه المعارض لاحظنا هذا الصيف انها كانت موجوده في منطقه الساحل الشمالي، عشان موجوده يعني كثير بيكون في الساحل الشمالي وقتها، فاستغلال كمان ده جزء من التجربه السياحيه. صحيح. لاي سياحه. طيب خلينا كمان نعرف من حضرتك أستاذة إيمان، وحضرتك بتتابعي واضح عن قرب المعارض دي ومردودها وانطباع للسياح عنها، نقل لنا ازاي الانطباع السياحي؟ مش عايزة أقول لك معرض تراثنا ده له رد فعل جميل، لأنه بيجمع كل منطقة وكل حتة فيها جمال من بلدك في حتة واحدة، فأنت بتتمشي وشايفة كل البلد كلها، مصر كلها في المكان ده، كل واحد عمل جماله. إحنا لو كل منطقة دي ركزنا عليها، هي اوريدي شغالين، لكن انا بتكلم يعني انا بتكلم معاكي انت، اللي هو احنا عايزين نركز على ان يبقى فعلا اللي انت بتعمليه ده على طبيعته زي ما ربنا خلقه. انت بتعمليه ترميم، انت بتعملي له تجديد، بتعملي له متابعه، لكن مش تغيير. التغيير بيفقد معناه وقيمته. فانا شايفه ان ده حاجه جميله جدا، وانا شايفه ان وزاره الصناعه الحكومه بشكل عام بتدعم الناس اللي بتعمل الحرف دي، بس انا بتكلم على زياده على اكتر. طيب حضرتك ذكرتي قريه تونس في محافظه الفيوم على سبيل المثال، ليه ما يكونش عندنا نماذج متكرره في محافظات مختلفه زي قريه تونس؟ قبل كده في السجاد، بس هي دلوقتي شبه مش يعني ملهاش صدى، ملهاش مكان. انت عندك ايه الصعوبات اللي بتواجه الصناعات والحرف؟ طبعا بعد الكوارث المتتاليه على العالم كله من كوفيد 19، بعديها الحروب اللي موجوده دي، فانت الناس ما بقاش معاها اسد تشتغل، واللي كانوا العائلات اللي كانت بتخش في المجال ده للتصنيع بقت تقول لك لا ده مش كفايه، ما هو جات لك فتره سكون وبعدين فتره حروب وبعدين متتاليه، انتي محتاجه دعم اقوى وتركيز مع الناس دي. لا تعالوا احنا هنخليكم في مكانكم زي ما انتوا كده، بس هنعمل لكم معرض عالمي، يعني زي استاذ علاء كده، اللي هو لا احنا هنعمل له دعايه عالميه ان انت تشوف التصنيع ده في مكانه في 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 في, في ارضه مطرح ما هو معمول زي قريه تونس. لا انزل زي النوبه، حضرتك زي النوبه، النوبه ليها طابع يعني فريد وجميل، والناس اجمل حاجه فيها هي محتفظه بطباعها والاسلوب بتاعها اللي على من قديم الازل. صحيح، بتقدم تراثها زي ما هو، زي ما هو بشكل راقي جدا بجمال. انت عندك الفيوم، عندك تهشور، عندك اخمم، عندك تونس، عندك بلاد كتير، عندك حاجات كتير جدا ممكن تتعمل عليها اصوات. عندك الاسماعيليه، انت في مهرجان الاسماعيليه دلوقتي في عاليات وموجوده. المهرجان ده كنا اتكلمنا فيه من سنتين مع اكتر من حد مسؤول في الزراعه، ان احنا ليه ما نعملوش مهرجان عالمي زي مهرجان العنب في ايطاليا مثلا، ان يبقى ايوه لا معمول بقى بشكل حرفي وفي عروض من كل الدول ترقصهم طبعا من كل سوري من كل البلاد، مصر الاشكال المختلفه الاسكندرانيه، وفي اكلات وفي اكلات معموله بشكل بقى سياحي ومعموله بشكل انت جاي عشان تتفرج وتستمتع وتاكل
وتتفرج ومتأمن كل ده مع بعضه، لكن ما يبقاش مجرد تجار حاطين مانجا، ده مش مهرجان. حضرتك بتتكلم عن مهرجان المانجا في الإسماعيلية طبعا. طيب هنرجع لحضرتك تاني في النقطة دي، بس دكتور علاء كنا ذكرنا سريعا التسويق السياحي، كمان علينا ان احنا نتجه لأسواق سياحية جديدة بعد الأحداث اللي بيشهدها العالم كله طبعا، الأزمة الروسية الأوكرانية، وأكيد أثرت علينا احنا كمان في مصر تحديدا قطاع السياحة. إيه الأسواق السياحية الجديدة اللي احنا ممكن نتجه ليها ومحتاجين فعلا نركز عليها في الفترة القادمة؟ شوفي حضرتك، في اسواق عاليه الانفاق وفي اسواق سهله الوصول اليها، يعني في اسواق بعيده عننا بس هي عاليه الانفاق، زي مثلا الولايات المتحده الامريكيه، كندا، امريكا اللاتينيه، زي مثلا نيوزيلندا، دي اسواق عاليه الانفاق جدا ولكن بعيده عننا. الرحله بتستغرق من 12 ل 15 ساعه، فدي محتاجه تسويق من نوع خاص. في اسواق بمعنى قريبه مننا، تسويق من نوع خاص يعني محتاجه ان احنا نزود على الفريكوانسي، عدد الطيران، نشجع شركات الطيران الاجنبيه اللي موجوده هناك ان هي تزود الطيارات اللي بتبعتها هنا، الفريكوانسي، الرحلات الشهريه. في بعض الاسواق الاخرى هي بعيده عننا نسبيا ولكن هي مش بتساهم بشكل تبادلي في موضوع الطيران، زي مثلا السوق الصيني. احنا عندنا في السوق الصيني المفروض عندنا 15 طياره لكل دوله، ان هي 15 رحله لكل دوله، احنا بنعمل 15 رحله بتوعنا ومثلا الصين ما بيعملوش ال 15 رحله بتوعهم. فنفس الحكايه برضو الاسواق الروسيه، كان عندنا شركات طيران وطنيه زائد شركات طيران منخفض التكاليف، النهارده اصبحت اغلب شركات طيران منخفض التكاليف بطلت الرحلات بتاعتها او قللتها، دخل بعضها يعني دخل في حالات افلاس وهكذا. فاحنا محتاجين ان احنا نبص على الاسواق، اولا الاسواق ديت هل هي هتحقق لنا التنميه المستدامه في المناطق السياحيه بتاعتنا؟ هل الاسواق ديت هتعمل لنا ارتفاع في حد الانفاق اليومي للسائح ولا لا؟ هذه الاسواق اللي نستهدف، نعيد استهداف بعض الاسواق الاخرى اللي كانت بالنسبه لنا اسواق تقليديه زي الاسواق الاوروبيه مثلا. يعني مثلا عندنا مشكله مع السوق الايطالي، لا لان لازم نركز تاني، نرجع نركز تاني على السوق الايطالي، على السوق الالماني، على الاسواق الاوروبيه التقليديه. ليه؟ لان في كونكتيفيتي ما بينهم وما بين مصر. محتاجين ان احنا نعيد مجموعه من الشراكات مع هذه الاسواق، نفتح بقى على اسواق جديده زي السوق الهندي، زي السوق الصيني مره اخرى ابتدى يفتح الفتره اللي فاتت ديت، السوق الروسي في انباء تتواتر ان الدول الاوروبيه هتمنع سياح او هتصعب من اعطائهم تاشيرات لدخول اوروبا، فاذا هذا سينعكس علينا بشكل جيد. فاحنا لازم نرجع تاني نتكلم في السوق الروسي، برغم ان هو في حاله حرب ولكن هذه الحاله اعتقد ان هي مش هتكمل قبل نهايه السنه، هتكون هذه الحرب منتهيه ولازم نستعد من الان. السياح الروس منهم 7.5 مليون بيوصلوا لتركيا حاليا، احنا كان لينا نصيب 3 مليون سائح روسي، كان بيمثل حوالي 30% من حجم السياحه اللي بتخش مصر. فاحنا محتاجين ان احنا نعيد تنشيط هذه الاسواق، محتاجين نعمل لو كوست ايرلاين. صحيح، ده اللي كنت لسه هذكره دلوقتي، انه مرتبط جدا بفكره الطيران منخفض التكاليف او تنوع رحلات الطيران المتوفره، وده الحقيقه وزاره السياحه والاطار يعني بتعمل على دراسته وبحثه، والحكومه بشكل عام بتعمل على دراسته وبحثه في الفتره الاخيره ومستمر ان شاء الله. مفيش سياحه في الفتره من غير طيران اكيد. اخيرا استاذه ايمان، اخيرا وسريعا، ازاي نقدر نستفيد من فكره المهرجانات على غرار دول العالم المختلفه انها تكون عندنا هنا في مصر لتحقيق جذب سياحي ايضا؟ المفروض يعني من وجهه نظري انا، المفروض قبل المهرجان بفتره كافيه يبقى في اتحاد ما بين المسؤولين المختلفين، تنسيق يعني بين المختلفين، وبعدين يتعامل بشكل مهرجاني، مش مجرد ان احنا الفتره دي في مهرجان بسيط، لا يتعامل بشكل لصق، زي يعني يبقى عندك انت بتروحي المهرجان ليه؟ بتتفرجي وتستمتعي وتريحي وتاكلي وتشتري، وبعدين يبقى في عندك وسائل انتقال من المكان ده لرجوعك للاوتيل، وبعدين يبقى عندك متوفر، انت عندك المكان نظيف، المكان بيستقبل الناس بشكل يليق بيهم. احنا يعني انا في اعتقادي ان احنا بنفتقر او لسه ما وصلناش للمرحله الصح لمقدرنا ان احنا نعمل مهرجانات قويه ليها صدى، ليها صدى خارجي وداخلي.
في ناس كتير عندنا هنا ما يعرفوش ان في مهرجان مانجا في الاسماعيليه. محتاجين ان احنا نطور هذه الاحداث والفعاليات ونشتغل عليها بشكل اكبر. بس عايزه اقول لك على حاجه، ليها صدى في ومردود في يعني مختلف انحاء العالم، بس احنا يمكن لسه في بدايه الطريق من الناحيه دي. احنا وصلنا لمرحله حلوه بس محتاجين نفنشها حلو برضه، وتفضل في ناس بتتابع ان الحاجه اللي اتعملت دي تفضل شكلها حلو. انا بكلمك من هنا بقول انا نفسي الشوارع كلها تبقى فيها الشجره المظله، لانها بتفضل شكلها حلو وطول السنه شغاله. صحيح. مش محتاجه امكانيات كتير ولا ميه كتير ولا كذا. والشجر المثمر انا اوريدي المبادره بتاعتي موجوده وهنفذها لوحدي، ولو حد عايزني اعملها انا على استعداد وقتا ومجهودا ومادا ان انا اشارك في حاجه زي كده. أستاذة إيمان عبد العظيم عضوة اتحاد المستثمرات العرب، نشكر حضرتك شكرا جزيلا. شكرا. ودكتور علاء خليفة خبير التسويق السياحي الدولي، شكرا جزيلا، شرفتونا وسعداء بوجودكم معنا في المجلة السياحية. شكرا. مشاهدينا بكده انتهت حلقتنا النهاردة من المجلة السياحية، بنشكركم أيضا على المتابعة، والأسبوع القادم حلقة جديدة. إلى اللقاء.